ايه اللي نعمله عملي دلوقتي سريعا؟ هل اي حد من الشعب المصري يقدر يرفع او يطالب بتحقيق دولي شامل، ام انه لازم يكون حد من اسره الرئيس مرسي؟ نعم، كما قلنا سابقا انه عائله الدكتور الرئيس الراحل مرسي هي الوحيده المخوله لهذا الامر، طبعا ان توكل منظمات حقوقيه لتقوم مقامها بهذه الاجراءات، سواء امام الامم المتحده بالتوجه راسا الى الامين العام للامم المتحده، لانه هو الامر الأخير في هذه المسألة، ومفتاح ملف يعني تشكيل هذه اللجنة هو في يد الأمين العام للأمم المتحدة. حتى لا نخطئ الطريق، نحن نناشد هذه المؤسسات الأخرى، السيدة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، مقرر الخاص لممارسة الضغط، وهم الآن نادوا بتشكيل هذه اللجنة، فهذه خطوة أولى، وربما الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان ستعرفون نقاشا حول هذه المسألة، خاصة ربما يخرج قرار أو تخرج لجنة مشكلة في خلال هذه الدورة. لكن الذي نتخوف منه حقيقة هو غياب إرادة دولية حقيقية في ذلك. الآن نظام عبد الفتاح السيسي، حتى نكون واقعيين، يتمتع بحماية قوية من قبل دول وازنة كالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، ولا أدل على ذلك حضورهم مباشرة بعد تنفيذ عدد من أحكام الإعدام، حضورهم في شرم الشيخ، ولكأنهم يضعون على صدره وسام شرف على ما ارتكبه من جريمة. هذا هو تخوفنا. نحن نضمن، وأقولها وأتحمل مسؤوليتي، نحن نضمن على أن مجلس حقوق الإنسان بكل مكوناته سيسير في اتجاه مطلب منظمات الحقوقية، على اعتبار أنه مؤسسة أممية. لكن الذي لا نضمنه والذي نتخوف منه وأن يكون عقبة أمامنا هو الإرادة الدولية المنعدمة، والتي الآن يتضح أنها تتجه نحو طمس كل الملفات، سواء بدءاً من ملف خاشقجي. يعني أنت بتقول أن الإرادة الدولية هي أكبر عائق قدامنا في فتح ملف التحقيق، صحيح كده أستاذ مجيد؟ نعم، إرادة دولية هي أكبر عائق من أجل فتح ملف التحقيق، ليست المؤسسات. لجان التحقيق غدا ستشكل لجنة، ولكن من سيأذن لهذه اللجنة للدخول إلى مصر؟ هل السلطة المصرية ستأذن؟ المحامي ومدير الشرطة في الشرق الأوسط والشمال. جزئية مهمة. تفضل. نقطة مهمة أود الإشارة إليها فيما يخص أسرة الدكتور الراحل الرئيس الراحل محمد مرسي، وهو أن توكل منظمة حقوقية معينة، نحن مستعدون لذلك أن نتوصل بهذا التوكيل، ثم أن نتوجه رأسا إلى بعض القضاءات، خاصة القضاء السويسري والقضاء المصري، على اعتبار أنهما يتمتعان بهذه الصفة الدولية في النظر إلى جرائم التعذيب. إذا أردنا أن ندخل إلى القضاء، وإلا سنبقى دائما في هذه الدائرة، دائرة لجنة التحقيق، مصر سترفض، مصر ستقبل، لكن ينبغي أن نصعد من مستوى تحركاتنا نحن كحقوقيين، وكذلك الأسرة عليها أن تتخذ خطوة جريئة، وهي أن تلجأ إلى القضاء الدولي عبر بعض القضاءات الوطنية. وأؤكد، القضاءات الوطنية هما اثنان، القضاء السويسري والقضاء الفرنسي، هما المختصان في النظر في جرائم التعذيب. وما تعرض له الدكتور الراحل محمد مرسي تعرض لتعذيب نفسي خطير تصنفه الاتفاقية الأمريكية على أنه أخطر أنواع التعذيب، وهو التعذيب النفسي والحرمان من العلاج ومن الدواء والإهمال الطبي، هو تعذيب نفسي خطير. نحن مستعدون كمنظمة إفدي دولية ومعنا منظمة أخرى أن نتوصل بهذا التوكيل، ونتحمل مسؤوليتنا بإدخال دعوة قائمة إلى محقق، إلى قاضي التحقيق الفرنسي لملاحقة الجنات، وبعدها التوجه رأسا كذلك إلى محكمة الجناية الدولية، التي ابتدأنا خطوة مهمة أمامها، سنعلن عليها في افتتاح الدورة الحالية من مجلس حقوق الإنسان، نعلن على خطوة رئيسية أدخلناها إلى محكمة الجنايات الدولية. مشكورة جدا الأستاذ عبد المجيد النرري، المحامي ومدير قسم الشرق الأوسط شمال أفريقيا بمنظمة إفدي لحقوق الإنسان.